أثار حيوان غريب على هيئة كلب الزهر في مصر، وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة لحيوان غريب نشرته إحدى الصفحات على فيسبوك، حيث كشفت أن أحد المتابعين لها من سكان عزبة أبو عمر التابعة لمدينة أبو سوير في الإسماعيلية لاحظ ظهور حيوان غريب على هيئة كلب أو سلعوة والتقى الصور له، مضيفة إلى أن هذا الحيوان ظهر من 10 أيام وما زال يتجول في المنطقة. وأعرب رواد التواصل عن مخاوفهم من خطورة هذا الحيوان وإمكانية تعرضه للأطفال والمرة بالأذى، فيما أكد آخرون أن الحيوان هو بالفعل كلب لكنه مصاب بالجرب الذي أدى لتحول جلده لهذا الشكل واللون.